بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ اليوم إن شاء الله في الشابتر الخامس اللي هو بيحكي عن تصميم الشخصية كاركتر ديزاين. هاي المحاضرة اللي هي الخامسة هنبدأ موضوع اللي هو كاركتر ديسكريبشن، وصف الشخصية. الآن يعني إحنا بشكل عام قبل ما نبدأ نصمم شخصية أو نحط بعض التفاصيل، لازم في الأول نتخيل أو لازم يكون في عندنا فكرة أساسية عن هاي الشخصية. لما يكون في عندي فكرة أساسية عن الشخصية، بصير بعد ذلك من السهل نحدد نوع الملابس ونحدد حجم العينين، لون الشعر وهكذا. فمثلاً لو كانت عندنا الشخصية شخصية قتالية، جندي مثلا أو شيء، فبده يكون اللبس مختلف، لو كان مدير، لو كان مدرس، لو كان محاسب، فبده يكون إيش يعني له لبس مختلف. كذلك موقف الشخصية، تمام. شخصية إذا كانت شخصية ديناميكية هتكون سريعة الحركة، بس شخصية حزينة هتكون يعني بتتحرك ببطء. لو شخصية سعيدة هتكون إلها ابتسامة كبيرة، عينين كبار. لو شخصية مثلا حزينة في المقابل هتكون عينينها صغيرة وهكذا العيون. الآن شخصية الكتاب، الشخصية اللي يعني إحنا حنشتغل فيها في هذا الكورس، اللي هو شخصية اسمها جيم أو جيم، تمام. هذه الشخصية عمرها 15 سنة. شخصية هو يعني بتمثل شخص نشيط، بيلعب رياضة، تمام، سعيد وإيجابي، بحب التحديات، مغامر، عنده طموحات كثيرة وهكذا. المهم هاي هي الشخصية تبعت الكتاب اللي احنا هنشتغل عليها. طيب الآن أول خطوة اللي هو تصميم الشخصية، اللي هو موضوع السيلويتس، اللي هي الصورة الظلية. starting from silhouettes، الصورة الظلية. الصورة الظلية هاي، تمام، عبارة عن يعني مخطط سريع أساسي بيساعدنا على اكتشاف اللي هو الشخصية. فإحنا هنا نرسم يعني أكثر من مخطط، تمام، أو أكثر من يعني صورة ظلية، وبعد هيك بنشوف إيش الشخصية المناسبة للشخص أو إيش المخطط المناسب للشخصية اللي إحنا في مخيلتنا أو بنفكر فيها يعني، تمام. ف نختار بعدين الشكل أو الصورة الظلية المناسبة. الآن أهمية الصورة الظلية هذه إنه كتير من الفنانين بيستخدموها، يعني بيستخدموها لتحديد ملامح الشخصية الأولية. فيعني أنت ما على سبيل المثال هنا، لو أنا حكيت لك هذه الشخصية أو هذه الصورة الظلية، إيش شخصيتها؟ مع إنه فيش فيها تفاصيل ولا عنها ولا شيء، بس مخطط. هتقول لي هذه الميكي ماوس، إذا كنت بتعرف أنت الميكي ماوس، تمام. هذا مثلا سوبر ماريو، تمام. يعني القصد ان الصورة الظلية هاي مهمة وبتعطيني يعني معلومات ممكن اتعرف من خلالها على ايش، على هاي الشخصية، خصوصا انه هاي الشخصية بيكون خلاص هذا السيلويتس فريد من نوعه، يعني مش هتلاقي المخطط هذا نفسه لشخصية تانية، فهو بميز يعني الشخصية. المهم انه هذا السيلويتس، تمام، يعني بيستخدم لتحديد ملامح الشخصية الأولية بدون اي تفاصيل. طيب بعد هيك نبدأ في المرحلة اللي هو الثانية، مرحلة بيز ديزاين، تصميم الأساسي. تصميم الأساسي، وفي هاي التصميم الأساسي، تمام، نبدأ اللي هو نرسم بعض اللي هو التفاصيل، بعض الضربات الجانبية مثلا هنا، تمام، شغلات أساسية يعني العينين، شكل الشعر كيف حيكون، يعني نبدأ إيش نعمل
تخطيط. طبعا ممكن نعمل اكثر من تصميم، تمام، وبعدك نرسى على ايش؟ نرسى على التصميم المناسب. فهذا وضع طبيعي، يعني الرسم دائما في يعني اللي هو اكثر من محاولة. الان موضوع تسريحة الشعر هذا موضوع شوية من أجله، يعني لمرحلة تانية، مرحلة فيها تفاصيل. ليش؟ لأنه بده شوية تفكير، وبشكل الشعر بشكل عام تحدي في الـ 3D. يعني ليش؟ لأنه إذا بدنا إياه والله مثلا يعني شعر بتحرك وبطير مع الهواء مثلا، وهذا بدنا نستخدم معاه اللي هو الدايناميك، نستخدم مع بعض التأثيرات زي التأثيرات الجاذبية والرياح وهكذا. لكن ممكن احنا نبسط على حالنا ونستخدم للشعر اللي هو مش تمام عادي، يعني احنا نعملها موديلنج للشعر ونركبه على الرأس ونلونه يعني، وخلص شعر ثابت يعني، فما فيش مشكلة. الآن إذا ما عندناش خبرة كبيرة في الرسم عادي، يعني ممكن أنت يعني تكتفي البعض اللي هو الأشكال الأساسية، يعني مثلا تخلي خلاص الرأس مثلا كروي، تمام، ممكن خلاص الأذرع مثلا والسقان تعمل اسطوانات وهكذا. طيب الآن بعد ما نعمل بيس ديزاين الأساسي للكاركتر، ممكن بعديك نروح على المرحلة اللي بعديها اللي هي الديتيلز، التفاصيل. والتفاصيل تمام تبدأ يعني تصميم اللي هو الرأس، الطاقية مثلا إذا كان احنا بدنا تسريحة الشعر، القبعة يعني، تمام، والقبعة مع تسريحة الشعر ايش حتسوي، تمام، طلعنا مثلا هنا طالع الشعر ملابس قبعة مثلا وهكذا. فبرضه هاي نفس القصة، بنضلنا نرسم نحاول عبال ما نصل لرسمة تكون مناسبة احنا مقتنعين فيها. يعني يفضل ان احنا نرسم على ورق، تمام، او على شاشة حاسوب، يعني حسب انت ايش الاريح لك في الرسم. ومن خلالها من غو يعني من نبدأ نحاول ونرسم، نقعد يعني نعمل اكثر من رسمة. وبعدك لما نصل للرسمة اللي احنا بدنا اياها، او يعني الصورة اللي احنا اللي بتعجبنا. الان هنا في الصورة هاي، تمام، بتوضح اللي هو تفاصيل الشخصية تبعتنا، تفاصيل الملابس. زي هنا الملابس من الأمام، الملابس من الخلف. ولاحظ دائما في الصورة الـ 3D بهمنا يكون التفاصيل الأمامية والتفاصيل الخلفية موجودة، لأنه كلهم لهم نفس الأهمية في اللي هو تصميم الثلاثي الأبعاد. عشان هيك لازم الصورة تكون من جميع الجوانب، تمام. الآن ضفنا اللي هو التفاصيل للشخصية. المفروض الآن إنه الشخصية خلاص تصير واضحة بالنسبة لنا، نعمل ريفاين إلها. فبتكون عندها الشخصية من الأمام، تمام، وهي اللي هو الشخصية من الخلف. طبعا هذه مهمة جدا عشان موضوع اللي هو التفاصيل اللي بدي أنا أصمم على برنامج لـ 3D. طيب خلصنا اللي هو موضوع الريفايننج، بنروح الآن على اللي هو التلوين، نلون اللي هي الشخصية. فممكن هنا طبعا نستخدم برنامج يعني محرر صور زي برنامج الفوتوشوب مثلا. هذا بيتيح لنا ألوان كتيرة، وممكن كمان نستخدم طبقات للرسم، يعني نحط مثلا البدلة في طبقة، الوجه في طبقة، الطبيعة في طبقة وهكذا. وبنصير بعد كده نغير مثلا في لون، يعني نثبت الملابس ونصير نغير في لون البشرة، تمام، عبال ما نصل لإيش؟ للبشرة الأنسب، أو نغير في لون الشعر مثلا إذا كان في طبقة لحاله. لما نصل ل اللي هو الـ يعني الإيش يعني اللي هو الشخصية المناسبة أو الألوان المناسبة للشخصية، تمام. الآن هذا هو الفاينل ديزاين لشخصيتنا، هذه الشخصية تبعت الكتاب، تمام. هذه اللي احنا يعني
يعني حنعملها خلال اللي هو، أو حنعمل إشي زيها يعني قريب منها خلال الشغل تبعنا. طبعا هذا رسم توضيحي نهائي للشخصية. الآن إحنا بشكل عام هذه التفاصيل أو هذه الجودة مش ضرورية للتصميم الأولي، لكن بيساعدنا على التعرف على الشخصية ويعني وفهمها بشكل عام. يعني أهم إشي إنه يكون الشخصية مترابطة، القطع تبعتها الإيدين الرجلين الجسم وهكذا. تمام. طيب بعد هيك الموضوع المهم جدا بالنسبة لنا اللي هو موضوع الريفرنس ايميجز، الصور المرجعية. الصور المرجعية ليش هاي مهمة؟ لأنه هاي هي اللي احنا حنستخدمها في برنامج الثري دي، برنامج البلندر. تمام. وحنصمم شخصيتنا بناء على عليها يعني. فهاي بتخلينا اول شيء موضوع النمذجة اسرع، لانه خلاص في عندي ريفرنس ايمج، صورة مرجعية انا حمشي على هواها. فهذه الصورة حضلها في الخلفية دائما موجودة في برنامج ثلاثي الابعاد، وانا ايش بانشئ النموذج. لما اخلص ممكن نحذفها. الان هاي الصورة المرجعية بده يكون في منها صورة امامية وصورة جانبية، ممكن كمان صورة ايش يعني خلفية، عشان نشوف كيف الشخصية من الخلف. هاي صورة أمامية للجسم برضو، هاي صورة جانبية، وهي صورة من الخلف. الآن الصورة الجانبية هنا مثلا، تمام، الإيد فيها مش موجودة عشان ما تغطيش يعني جزء يعني الجسم. تمام. لأنه الإيد هذه احنا بنصممها في الواجهة الأمامية، وممكن الواجهة الخلفية، لكن الواجهة الجانبية فقط للجسم. تمام. فبالتالي الصورة الجانبية لازم يكون شيلها، أو الإيد مش مبينة فيها يعني، لأنه ممكن لو الإيد موجودة حتحجب الرؤية عنا عن بقية اللي هو الجسم. الآن في عندي هنا خطوط أفقية لو لاحظناها هي موجودة هان. تمام. على يعني امتداد اللي هو الصورة، هذه برضو بتعمل كمرجع برضو إنه في الشخصية، حس يكون نفس الموضع في جميع اللي هو طرق العرض يعني. خلص الرقبة موجود هنا، وهنا نفسها موجودة، وهنا موجودة. تمام. عشان ما يصيرش يعني في إشي نازل وإشي طالع لما أنا بدي أجي أصمم من الجنب أو أصمم من الأمام أو من الخلف. فهذه الخطوط برضو إلها يعني أهمية كبيرة. يعني هيك بكون تقريبا يعني هذه الصور أو يعني الصور المرجعية مهمة جدا. فبالتالي الآن أنت لما بدك تيجي تصمم أي شخصية، يعني أنت رسمتها أو جبتها مرسومة وخدت حد يرسم لك إياها، لازم يعمل لك ريفرنس إيمج، خصوصا الصورة الأمامية والصورة الجانبية. والرأس طبعا يفضل تعمله لحاله، يفضل ما يكونش فيه شعر الرأس. تمام. وبعد ما تخلص نمذجته نضيف له اللي هو الطاقية والشعر وأي تفاصيل تانية. تمام. بعد ما خلصنا ريفرنس ايمج، هذه فيها مثال تاني كمان لريفرنس ايمج كنا اشتغلنا عليها في العام الماضي برنامج المايا. تمام. فهذه لاحظ هنا صورة أمامية عندي هان، وهنا صورة جانبية. طبعا شخصية بسيطة فيش فيها تفاصيل كتير، فيش لها شعر كمان. هاي الصورة الأمامية في برنامج 3D محطوطة، وهي الصورة ايش الجانبية. طبعا تلاحظ هنا الإيد مش موجودة، الإيدين نرسمهم من اللي هو في يعني في الواجهة الأمامية. تمام. هاي الشخصية في الآخر اللي طلعت عندي زي ما أنت ملاحظ، شخصية بسيطة مش معقدة. ممكن طبعا أنت لما تيجي تتعلم تعمل شخصية تبدأ بشخصية بسيطة. تمام. هذه اللي هي الريفرنس ايمجز. طيب الآن يعني في طرق أخرى للتصميم للرسم. تمام. احنا يعني ممكن اللي هو موجودة يعني، بس احنا حنتبع الطريقة اللي احنا يعني نجيب الصورة المرسومة أو الكاركتر نرسمه على نرسم رسم يعني.
هنا مثلا احد الطرق اللي هو تستخدم اللي هو سيمبل موديل، سيمبل 3 دي مودلز. زي ايش مثلا؟ زي اللي هو السفير، سفيرز، كيوبس، او سلندرز. يعني ممكن تستخدم كره، تستخدم مكعب، تستخدم سلندر، ومن خلاله تعمل اكسبلور للشخصيه وخصائصها. يعني فانت بتبدا مباشره يعني بال 3 دي، وبتبدا تكون في شخصيه وبتبدا تعدل عليها. في ناس هيك يعني بيشتغلوا، يعني بدون ما يقعد يرسم ويجيب ريفرنس ايمج، بروح على 3 دي ببدا يشكل في شخصيه. وطبعا بده يكون برضه في عنده حس فني. يعني ممكن برضه طريقه اخرى انك تستخدم اللي هو برنامج رسم عادي، تستخدم البرش والفرشاه يعني هاي، وتبدا تعمل اشكال عبان في الاخر ما تصل لشكل يكون مناسب وبعدين تصممه. ممكن تستخدم الفيكتور ايميجنج زي برنامج الليستريتور، اذا يعني اذا انت في عندك خبره فيه، وتعمل هو السيلويتس الصورة الظلية، وتبدأ إيش يعني يعني بعد ذلك تروح تشتغلها على اللي هو ال 3D موديلينج. ممكن تستخدم في البلندر في حاجة اسمها سكين موديفاير، تمام؟ يعني بترسم السكيلتون المخطط يعني الأساسي، وبعدين تبدأ إيش، تبدأ اللي هو تعمل له زي نوع من النحت يعني، تمام، نوع من النحت، تضيف عليه بعض اللي هو المشز، وتعملها موديفاينج وتعدل عليها. ممكن طريقة أخرى كمان تعمل ايمج كومبوزيتنج، تجمع قطع يعني من أكثر من صورة. والله عندك أكثر من صورة لشخصيات مختلفة، وتجي مثلا إيدين من الشخصية هذه، على رأس من الشخصية هذه، على رجل، يعني تكون كأنه شخصية من تجميع، يعني تجميع من صور مختلفة. فالمهم هاي الطرق يعني عديدة لأنك أنت تكون شخصية أو ترسم شخصية، أو إنه يعني تحدد ملامح شخصية. طبعا بهمنا إحنا في يعني في هذا الشابتر إنه إحنا بس نكون فكرة عنا عن شخصية، تمام؟ إحنا خلاص بدنا نشتغل عليها خلال الفصل، عشان تكون هي جزء من الجزء الأساسي في المشروع اللي أنت حتقدمه. وفي يعني في نهاية اللي هو الفصل هتعمل شخصية وحتحركها وحتلونها وحتحطها في بيئة يعني، وتكون يعني خلال زي فيديو صغير هيك يبين يعني فكرة معينة للفيديو. هذا حنحكي عنه إن شاء الله مستقبلا، لكن مبدئيا لازم الآن تفكر في شخصية مناسبة، تمام؟ أنت تحاول أنت اللي يعني أنت اللي تعملها، او ممكن تستعين في اي شخصيه وتعدل عليها طبعا، او انت حر يعني في هذا. المهم لازم يكون في عندك في النهايه يعني شخصيه ولها صوره اماميه وصوره اللي هو جانبيه، وممكن الصوره الخلفيه كمان اللي هو الريفرنس ايميجز. هيك بنكون يعني خلصنا هذا الشابتر، شابتر يعني سهل بسيط. وان شاء الله المحاضره الجاي هنبدا في اللي هو يعني نجيب ريفرنس ايميجز ونبدا نصمم فيهم على برنامج، نصمم في الشخصيه على برنامج اللي هو 3D بلندر. يعطيكم العافيه، وان شاء الله بنشوفكم المحاضره الجايه.